بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 92. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. هذا السائل جمعة يقول: ما المراد بالذكر الكثير في الآية الكريمة في قوله تبارك وتعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فإذا قضيت الصلاة انتشروا في الأرض، يعني صلاة الجمعة ومثلها سائر الصلاة الصلوات. إذا قضيت الصلاة يعني فرغ منها، انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ذكر الله بالثناء عليه وتسبيحه وتكبيره وتحميده. الذكر على نوعين: ذكر عام وذكر مخصص في أدبار الصلوات. فيأتي بالذكر الذي في أدبار الصلوات إذا فرغ منها: تهليلات العشر والتسبيح 33 والتكبير 33 والتحميد 33 وتمام 100. يقول: لا إله إلا الله، له لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأصحابه. نعم. أحسن الله إليكم. أبو سهل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم الرجل الذي أخر قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان الثاني؟ إذا كان معذورا بتأخيره إلى أن دخل عليه رمضان الثاني فإن عليه القضاء، يصوم رمضان الحاضر، وإذا انتهى يصوم ما عليه من رمضان الفائت بعد رمضان، وليس عليه إلا القضاء. أما إذا كان متكاسلا ليس له عذر وأخر قضاء الأيام التي عليه من رمضان الفائت وصامها بعد رمضان، فهذا عليه أمران: القضاء، عليه القضاء، وعليه الإطعام، يطعم عن كل يوم مسكينا عن التأخير من غير عذر. نعم. هذا السائل صلاح يقول: لفضيلة الشيخ، بعض العمالة والذين يعملون في المحلات التي تعمل في الزيوت يدخلون إلى المساجد للصلاة، والآية الكريمة تقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. نعم، العمال الذين تلوثت ثيابهم يجعلون لهم ثيابا نظيفة، إذا أرادوا أن يذهبوا للصلاة خلعوا ثياب العمل المتلوثة ولبسوا الثياب النظيفة وذهبوا للصلاة، فيها يجعلون لهم ثيابا نظيفة للصلاة وثيابا للعمل. وأما إذا كانوا يصلون في مكانهم ليس عندهم مسجد قريب، فإنهم يصلون في مكانهم بثيابهم وإن كانت غير نظيفة، ما دامت أنها طاهرة فلا بأس أن يصلوا بها. نعم. يقول السائل أبو عبد الله من القصيم: إذا قال المشتري للبائع: بكم اشتريت هذه السلعة، فهل يلزم البائع إخبار هذا الرجل؟ إذا كان يريد أن يشتريها منه ويريد أن يعرف ثمنها، فإنه يجب على صاحب السلعة أن يخبره بما اشتراها به، ولا يزيد في الثمن من أجل أن يغرر به. وأما إذا كان مجرد سؤال ولا يريد أن يشتريها فلا يلزم صاحب السلعة أن يخبره. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، اعتاد بعض الناس إذا أراد فعل أي شيء من الأمور وحتى لو كان عاديا يقول: بسم الله، فهل لهذا أصل أو ينكر عليه؟ هذا طيب، ذكر بسم الله هذا طيب في الأمور المباحة والأمور الطاعة، يذكر اسم الله فيها، هو العبادات، الوضوء يجب التسمية فيه مع الذكر، ويذكر اسم الله على الأمور الطيبة والأكل والشرب والذبائح. وأما ما هو من الأمور المستخبثة كذكر الله في الحمام قال محل قضاء الحاجة، لا يجوز هذا، يكره، لا يذكر الله في محل قضاء الحاجة، وإنما يذكر الله
الله قبل أن يدخل محل قضاء الحاجة وإذا خرج منه. نعم. عبارة أو قول اللهم أحسن وقوفنا بين يديك لا أصل لهذا، لا أصل لهذا. إذا داوم عليه أو زعم أنه من الأذكار التي تقال عند القيام للصلاة، أما إذا قاله بعض الأحيان فلا بأس بذلك. نعم. هذا السائل يقول في سنة من السنوات الماضية يا شيخ ظل قوم الطريق إلى المزدلفة، فلما أقبلوا عليها توقفوا وصلوا المغرب والعشاء الساعة الواحدة والنصف، ثم دخلوا المزدلفة عند أذان الفجر وصلوا فيها الفجر، فهل عليهم شيء؟ إذا كانوا تمكنوا من دخول المزدلفة قبل طلوع الفجر ولم يدخلوها فإنه يكون فاتهم الوقوف بمزدلفة، وأما إذا كان لم يدركوا مزدلفة إلا عند طلوع الفجر ليس عليهم شيء، إذا صلوا الفجر في المزدلفة فقد أدركوا الواجب عند وصولهم. أما إن كانوا تأخروا عنها ومعهم وقت ولكنهم تكاسلوا وناموا دونها وفاتهم الوقوف بمزدلفة فهؤلاء تركوا واجبا من واجبات الحج يكون عليهم فدية. نعم. له سؤال آخر عن الحج أيضا يا شيخ صالح، يقول بالنسبة لجواز تقديم السعي قبل الطواف هل هو خاص بيوم العيد؟ هذا للناس ما يجوز تقديم السعي قبل الطواف إلا للناس، لأن الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لم أشعر سعيت قبل أن أطوف، قال أفعل ولا حرج، هذا للناس. أما الذي يتعمد تقديم السعي فهذا خلاف السنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما سعى قبل الطواف، إنما كان يطوف أولا ثم يسعى. نعم. الأخت أم خالد تسأل عن كفارة اليمين المغلظة. كفارة اليمين كما ذكر الله كفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم، هذه كفارة اليمين. نعم. تقول السائلة أم خالد هل توجد آيات مخصصة لأغراض معينة مثل عند الولادة وألم الرأس إذا كان مستمرا؟ لا أعرف شيئا من ذلك، ولكنه يدعو الله بالشفاء، يدعو الله بزوال الألم، يدعو الله سبحانه وتعالى، الله قريب مجيب. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ورد حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هل تجب النية في جميع الأعمال أو في أعمال العبادات؟ تجب النية في أعمال العبادات، إنما الأعمال يعني العبادات، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فالصلاة لا تصح إلا بنية، دفع الزكاة لا يصح إلا بنية، الوضوء لا يصح إلا بنية، وهكذا العبادات ما تصح إلا بنية. نعم. يقول هذا السائل يا شيخ ما هو النعي المنهي عن عند موت الميت؟ النعي الذي يصحبه، النعي هو الإخبار بموت الميت، فإذا صحبه نياحة أو فعل شق الجيوب وخمش الوجوه وما أشبه ذلك هذا من أفعال الجاهلية ومحرم، لا يجوز شق الجيوب ولا خمش الوجوه ولا ضرب البدن ولا غير ذلك، إنما الواجب الصبر والاحتساب على المصيبة والاسترجاع، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. هذا السائل يقول هل يجوز الوقف على الذرية؟ نعم، الوقف على الذرية معلق بالوصف، يعلق بالوصف على الفقراء من الذرية، على المحتاجين من الذرية يعلق بالوصف، فلا بأس بذلك. نعم. هذا السائل أرسل بمجموعة من الأسئلة يقول ما أكبر ما عصي الله به؟ الشرك أكبر ما عصي الله به وأعظم ما نهى الله عنه الشرك بالله عز وجل. نعم. هذا يسأل عن الاستغفار والتوبة، هل تجب في جميع الذنوب الكبائر والصغائر؟ بلا شك لا بد من التوبة في جميع الذنوب والخطايا الكبائر والصغائر. نعم. شيخ صالح يقول من مات يوم الجمعة هل له مزية عن بقية الأيام؟ لا أعرف دليلا على هذا ولكن يرجى له الخير. نعم. في سؤاله الأخير يقول هل الأفضل الإكثار من ذكر الله أو قراءة القرآن؟ قراءة القرآن أفضل لأنه أطيب أحسن الذكر، وقراءة القرآن هو الذكر العظيم. نعم. أبو فيصل من الرياض يقول بعض العامة تسأله في فتوى في المجلس، تسأله عن فتوى شرعية ثم يسرع ويفتيك ويقول سمعت أو الظاهر أن هذا حكمه أو قالوا كذا. الله جل وعلا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهل الذكر وهم
العلماء، لا يجوز سؤال العوام، ولا يجوز لأحد أن يقول أنا سمعت فلان يفتي بكذا، ربما تكون الفتوى غير صحيحة أو يكون هو ما فهم الفتوى، فلا يجوز له أن يفتي، يحيله على أهل العلم. نعم. أبو خالد أرسل بمجموعة من الأسئلة يقول: هل العشر الأول من رمضان مثل الوسطى، وهل رمضان يتميز أيامه؟ نعم، العشر الأواخر هي أفضل أيام الشهر، فيها ليلة القدر، يعني ترجى فيها ليلة القدر أكثر من غيرها، هي أفضل، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان إلى أن لقي ربه عز وجل. نعم. يقول: هل ورد هذا الحديث إن الإيمان يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها؟ نعم، هذا حديث صحيح، هذا في آخر الزمان. نعم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذا السائل عادل يسأل عن الصوم جماعة أو صوم العائلة يوم الاثنين والخميس. الصوم الجماعي المرتب والمتفق عليه لا يجوز، هذا صوم مبتدع، لكن كل يصوم بمفرده أو أنهم لا بأس أن يجتمعوا على السحور أو على الإفطار من غير قصد ترتيب للجماعي، أما الاتفاق على هذا لا يجوز. نعم. أيضا يقول هذا السائل: أشكل علي وأنا أقرأ في الحديث معنى حديث إن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. لا إشكال في هذا الحديث، الذين تدركهم الساعة وهم أحياء هم شرار الخلق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقبض أرواح المؤمنين قبل قيام الساعة، تأتيهم ريح طيبة تقبض أرواحهم، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، هم وتدركهم الساعة وهم أحياء، هؤلاء هم الذين أخبر عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا الذين يتخذون المساجد على القبور، يصلون عندها رجاء بركتها أو يبنون عليها مساجد، فهؤلاء شرار الخلق، وهذه سنة اليهود والنصارى أنهم يبنون، ألا إن من كان قبلكم كانوا يبنون المساجد على القبور، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، لأن هذا وسيلة إلى الشرك بالله عز وجل. نعم. يسأل هذا السائل أبو تركي يا شيخ عن سؤالين وعن فقرتين: حديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداها بالتراب. نعم، الحديث صحيح، يستعمل الطهورين الماء والتراب، لأن نجاسة الكلب مغلظة، يعمل لها الطهوران الماء وتراب. نعم. في فقرته الثانية يقول: بالنسبة للمس الكلب والتربية لهذا الكلب في فناء المنزل، لا يجوز اتخاذ الكلاب في البيوت، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، الكلب يجعل له مكان خارج المنزل إذا كان لحراسة، لا يجوز اقتناء الكلب إلا لحراسة زرع أو حراسة ماشية، أو يجوز اقتناء الكلب للبوليس استدلال على المجرمين أشبه ذلك، لأغراض صحيحة. نعم. ولمس الكلب هل ينقض الوضوء شيء؟ إن كان رطبا فإنه لا، ما ينقض الوضوء، لكن إن كان رطبا فيغسل يده، لأنه يسري منه شيء من أثره فيغسله، أما إن كان يابسا فإنه لا يضر. نعم. يقول السائل: يدخل الشخص الحمام وفي جيبه مصحف أو جوال فيه آيات مباركات؟ لا، ما يدخل محل قضاء الحاجة، لا يدخل محل قضاء الحاجة بشيء فيه ذكر الله، لا من القرآن ولا غيره، بل يخرجه ويجعله في مكان، وإذا خرج أخذه، إلا إذا كان يخاف عليه، إذا كان يخاف عليه أن يسرق فإنه يجعله في جيبه ويخفيه. نعم. بعض الناس يا شيخ يسرف في الوضوء، فما الهدي النبوي في ذلك، وما حكم الزيادة أكثر من 3 مرات في الوضوء؟ لا تجوز الزيادة على 3 مرات، النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص: لا تسرف في الماء. قال: يا رسول الله، أفي الماء إسراف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار، فإن الإسراف في الوضوء هذا غلو في العبادة ولا يجوز هذا. نعم. هذه المرأة تقول: فضيلة الشيخ، لأخت تلبس الذهب المحلق، فما حكم هذا؟ مأجورين؟ لا بأس بذلك، تلبس الحلي المحلق
المحلق والمعلق لا بأس بذلك في حدود حاجتها ولا تسرف في الحلي الزائد. نعم. أيهما أفضل يا شيخ في السفر بالنسبة للرجل والمرأة، صلاة النوافل أم الترك؟ صلاة الليل يصليها في السفر وفي الحضر، والوتر يصليه في السفر والحضر، أما النوافل التي مع الفرائض فلا تصلى، إذا كان يقصر الصلاة فلا يأتي بالراتبة إلا الفجر، يأتي براتبة الفجر. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: متى ينتهي رمي جمرة العقبة أداء ومتى ينتهي قضاء؟ يبدأ بعد منتصف الليل وينتهي بطلوع الفجر من ليلة العيد، كل هذا وقت لرمي جمرة العقبة. نعم. يسأل أبو عادل عن حديث: تعرض الأعمال يومي الاثنين والخميس. نعم، تعرض على الله سبحانه وتعالى، تعرض الأعمال على الله يوم الاثنين والخميس. يقول صلى الله عليه وسلم: فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، فكان يصوم الاثنين والخميس. نعم. أخيرا فضيلة الشيخ، نختم هذا اللقاء بسؤال الأخ طلال، يقول: بالنسبة للبدعة، هل هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة، وما الضابط في ذلك؟ أبدا ليس هناك بدعة حسنة، قال صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الرسول يقول كل بدعة ضلالة، ويقول هنا لا، ما هي بضلالة، هناك بدعة حسنة؟ ليس هناك بدعة حسنة، بل كل بدعة ضلالة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. شكر الله لكم شيخ صالح، بارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الأمة الإسلامية، على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في برنامج نور على الدرب. شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على متابعتكم لهذا اللقاء المبارك في برنامج نور على الدرب. أشكر فريق العمل، كما أشكر زميلي عبد الله المواش من الإذاعة الخارجية في إذاعة القرآن الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.